Shlama Amchon Ewan galiyun qadishad marani shom shiham Karozu tha adluqa وحدث إنه لما دخل يسوع إلى بيت أحد رؤساء الفريسيين يوم السبت ليأكل خبزا وكانوا يترصدونه وإذا أمامه رجل به استسقاء فأجاب يسوع وقال للكتبة والفريسيين أيجوز الشفاء يوم السبت أما هم فسكتوا فأخذه هو وأبرأه وأطلقه ثم قال لهم من منكم يقع ابنه أو ثوره في بئر في يوم السبت فلا ينشله ويصعده للوقت فلم يستطيعوا أن يجيبوه عن هذا وضرب مثلا للمدعوين هناك لأنه كان يراهم يتخيرون أول أماكن المتكآت متى ما دعاك أحد إلى عرس فلا تذهب تتكئ في أول المتكأ لئلا يكون قد دعي إلى هناك رجل أكرم منك فيأتي الذي دعاك وإياه ويقول لك أعطي الموضع هذا فتغزى حين تقوم وتأخذ الموضع الأخير ولكن إذا دعيت فاذهب واتكئ في الآخر حتى إذا جاء الذي دعاك يقول لك يا حبيبي ارتفع إلى فوق واتكئ فيكون لك مجد أمام جميع المتكئين معك لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع شحا لا لها من أيث شحا لم تشيحا بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين صباح الخير Good morning أخوتي وأخواتي الأعزاء سلام ربنا وإلهنا يسوع المسيح يكون معكم دائما بهذا القداس الإلهي نصلي من أجل جميع النيات الموجودة في قلوبنا نصلي من أجل جميع نيات عوائلنا إخوتنا وأخواتنا اللي محتاجين إلى صلاتنا وخصوصا المرضى وخصوصا الناس اللي يمرون بأوقات صعبة في حياتهم نصلي بهذا القداس أطلب من عندكم بأنه نصلي من أجل عائلة قبل كم يوم واحد من طلابي في شيكاغو كان واحد من طلاب التعليم المسيحي والتناول والخدمة مع المذبح سامر توفى قبل كم يوم حادث سيارة كان عمره 13 سنة نصلي من أجله نصلي من أجل أبو دريد أم لينا أخو ستيفن وأخت دانييلا نصلي من أجل جميع العوائل جميع الآباء والأمهات اللي فقدوا أولادهم أو أولادهم مرضى أكيد ماكو شيء يفسر الألم بقلب الإنسان
لكن دائما التسلية هي من ربنا، دائما نطلب من ربنا وإلهنا بأن يعطينا القوة لكي ما نستمر بهاي الحياة. واحدة من الأمور اللي ما أستحببها كإنسان أو ككاهن، بأنه لما يجي شخص يسألني أبونا أنت من بيت منه، أنا دائما أجاوب أقول أنا من بيت الله. مرة من المرات قلت أنا من بيت الله، والإنسان المقابيل قال أبونا بيت الله أحسن ناس صدقني. دائما يعجبنا بأنه ننتمي إلى جماعة معينة، يعجبنا ننتمي إلى جماعة معينة، لكن بالنسبة للكاهن أنا أشوف دائما الكاهن وقت اللي يصير كاهن ما ينتمي إلى أحد، لكن ينتمي إلى كنيسة. هاي الكنيسة هي جامعة مقدسة رسولية. هاي الكنيسة بأنه في الوقت اللي ينفصل عن عائلته، ينفصل عن أبوه وأمه، وينتمي إلى عائلة المسيح. ولهذا في وقت الرسامة الإنجيلية الإنسان أو الشخص أو الشاب لما يخلي إيده على إذنه بهاي الطريقة بوقت الرسامة، معناته بذاك الوقت ينفصل عن العالم، ينفصل عن العالم وكل ما موجود في العالم، ويتبع منه يسوع المسيح، يسمع فقط صوت يسوع المسيح اليوم. ولهذا كل صعبة الكاهن ما يقدر يكون كاهن بنفس الوقت هو بيزنس مان، الكاهن ما يقدر يكون كاهن سواء كان أو رجل دين منه ما كان، الكاهن ما يقدر يكون كاهن بنفس الوقت هو يعيش حياة العالم بكل ملذاته بكل طيباته بكل شيء، لكن الكاهن هو إنسان مخصص إلى يسوع المسيح. ولهذا أنا دائما أقول أنا من بيت الله، مو معناته بأنه أنا ما أحب أبوي وأمي، خاف دي يسمعوني معود أنا أحبكم هواي، لكن ذاك الوقت هو الانفصال عن كل شيء. يسوع يدخل إلى بيت الفريسي اليوم، يسوع ما يمنع من نفسه دائما بأنه يدخل إلى بيت إنسان، وحتى لو كان هذا الإنسان يريد يقتله، حتى لو هذا الإنسان كان يريد بأنه يسلمه للصليب، وبالفعل الفريسيين راح يكون عندهم إيد بأنه يسلموه إلى الصليب، لكن يسوع المسيح دائما يدخل لحياة كل إنسان. فما حد ما عنده حق اليوم، لا أنا ولا منه مكان أقول لي إنسان بأنه أنت ما عندك يسوع المسيح في حياتك. فقط الرب يقول هذا الشيء بأنه كل إنسان حتى أسوأ إنسان اللي موجود في التاريخ، إذا تعمد هذا الإنسان راح يكون يسوع المسيح في حياته. المشكلة هي بأنه تفعيل، التفعيل كلمة التفعيل بأنه أفعل نعمة الروح القدس والله في حياتي أو أخمدها. فأني أؤمن بشيء بأنه جماعتنا المسيحية وخصوصا الشرقيين هم ناس طيبين، عندنا هواية شغلات زينة، عندنا هواية أمور جميلة، عندنا هواية شغلات ممكن بأنه نقدمها اليوم العالم لكي ما يرتقي إلى صورة أفضل ما هو عليه اليوم. كذلك مثل كل مجتمع عندنا أمور سلبية. يسوع يدخل في كل بيت، البيت اللي يصلي والبيت اللي ما يصلي، تبقى على أبو البيت وأم البيت شلون يفعلون صورة يسوع المسيح في هذا البيت. ولهذا يدخل يسوع المسيح إلى بيت كان يكون مريض باستسقاء. الاستسقاء كان مرض بأنه الإنسان يصير عند failure بالfunctions مال جسم مالته، بأنه الجسم مالته يكون دائما عطشان، وش قد ما يشرب مايش قد ما يشرب سوائل راح يبقى عطشان. يسوع ليش يعطينا هذا المثل الإنجيلي لوقا ويذكر اسم المرض؟ مرات هو يسوع يحذرنا من شيء أول اللي هو الطمع. مشكلة الإنسان اليوم، مشكلتنا كلنا إحنا، بأنه عدنا كل شيء نريد، كل شيء نريد 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 أكثر، نريد صحة دائمة، نريد بيت زين، نريد أحسن سيارة، نريد أحسن بيت، نريد أحسن مدارس لأولادنا، نريد أحسن كنيسة، نريد أحسن كهنة، نريد 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 أحسن صوت للشمامسة وأحسن جوقة.
ولهذا واحدة من الأمور اللي يعني ما تعجبني لما يروحون الجوقات ويرتلون أفضل جوقة موجودة. إحنا من الأفضلية هي دائما ليسوع المسيح، أحسن شماس، أحسن أبونا. هذا الشيء ما يخالف، لكن لما يخرج هذا الشيء ويصير طمع بينه واني حياتي راح تكون متوقفة على هذا الشيء. لما يكون الإنسان ياخذ وما يشبع، لما يكون الإنسان ديملي من حياته، لما أملي من حياتي من كل شيء وحياتي تكون فارغة من يسوع المسيح، معناته بأنه أنا لا أملك أي شيء. القدر مالتنا اليوم، أهميتنا اليوم ما هي؟ باللغة، ما هي بالبيوت مالتنا، ما هي بالمنطقة اللي نسكن بيها، ما هي بالقرية اللي جينا منها أو الدولة اللي جينا منها، ما هي بالإيست سايد وويست سايد، ما هي بالبيت أو المكان اللي نعيش بيه، ما هي يا كنيسة نروح لها، ما هي بالتبعية مالتنا لكهنتنا، كأنه صرنا جماعات متفرقة، أنا جماعة فلان كنيسة، أنا جماعة فلان أبونا. يسوع المسيح مات من أجلنا كلنا، مات من أجل الفقير، مات من أجل الغني، مات من أجلي اللي أنا ما أستحق، مات من أجلكم، مات من أجل كل إنسان لكي ما إحنا نعيش حقيقة واحدة بأنه حياتنا بلا يسوع المسيح هي فارغة. من وين ما كنا، من شنو ما إجينا، من وين ما رحنا، أي دولة عشنا، تبقى حياتنا مملوءة بيسوع المسيح. بدينا نقسم يسوع المسيح بيناتنا، حتى مع الأسف بين الكهنة، أكل كهنة الولدانين وكل كهنة مو ولدانين في أمريكا، بدأت العقليات تتفرق. الانقسام هو واحدة من المشاكل الكبيرة اليوم في مجتمعنا. لما نبدي نقسم، لما نبدي نقسم بجسد يسوع المسيح. لكن يسوع المسيح مات من أجلنا كلنا، مات من أجل كل إنسان، مات من أجل الإنسان اللي يحكي عربي واللي يحكي كردي واللي يحكي إنجليزي واللي يحكي سورث واللي يحكي تشاينيز واللي يحكي أي لغة اللي يحكيها. ليش دا نركز بالثانويات اليوم؟ ما دا نركز بالمهم، القلب، قلب الموضوع هو هنا بأنه يسوع المسيح أنا مات من أجلي. مع الأسف اليوم بكل مرارة أقولها بأنه الشيء اللي وحدنا اليوم هو خوف من المرض، مرض الكورونا المنتشر. مع الأسف أكو خوف، بدينا نخاف من فيروس موجود في العالم، ما قمنا نخاف من ربنا اللي راح يدين الأحياء والأموات. زين بأنه نعقم إيدينا، لكن خلي نعقم إيدينا من فعل الشر. زين بأنه نلبس كمامات، لكن خلي نلبس كمامة ونخلي كلمة الله في لساننا دائما. زين بأنه نحمي عيوننا اليوم، لكن زين بأنه نحمي عيوننا من أي شيء دنس اليوم اللي دا يدخل إلى عوائلنا من المسلسلات ومن الأمور الغير الأخلاقية المنتشرة والفيديوهات الموزينة وتخريب السمعة. زين بأنه احنا دائما نكون نظيفين بالخارج، يكون عندنا قيمة، يكون عندنا قدر، لكن الأفضل بأنه أنا اليوم يكون عندي قدر أمام ربنا وإلهنا، بحيث ذاك اليوم اللي أوقف قدامه أقول له بأنه يا رب أعطيت لي هذا الوزنة، أعطيت لي هاي الحياة، هاي الحياة أنا ما ضيعتها بأمور ثانوية، بأمور بأنه أشوف نفسي بأنه أنا الأفضل، ما شوفت نفسي بأنه أنا ضيعت نفسي بأمور كثيرة، قمت أدور على القدر مالتي بكل شيء موجود في العالم إلا بيك يا رب. مربولس يقول حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب يسوع المسيح. مع العلم بولس الرسول كان فريسي، كان إنسان متعلم، كان إنسان متثقف جدا، لكن نفس الوقت شاب بأنه كل شيء اللي أنا ربحته هو خسارة لأجل يسوع المسيح. يا أخوتي وأخواتي، مثل ما ذكرت أنا مؤمن، مؤمن بشعبنا، لكن نفس الوقت محتاجين بأنه ننظر إلى يسوع المسيح
بصورة أخرى، نطلع من قوقعة التدين والخوف، ندخل إلى الإيمان. الإيمان هو بأنه آني كل شيء اللي عندي يا رب، من اسمي، من عائلتي، من أولادي، من بنتي، من صحتي، من أموالي، من ذكائي، من ثقافتي، من جمالي، كل شيء اللي عندي، من صوتي، من خدمتي، كله إلك يا رب، لأنه هذا الشيء نعمة من عندك وبدون آني راح أضيع. في أول لحظة من لحظات حياتنا ربنا يدخل إلى قلوبنا بالعماد المقدس. ذاك الوقت إحنا نتفعل بنعمة الله، ذاك الوقت إحنا نعيش نعمة الله في حياتنا. خلي ليروح هذا الشيء بلا معنى، خلي العماد مالتنا نعيشه، خلي حياتنا المسيحية نعيشها، خلي ناخذ جسد يسوع المسيح ونتغذى ونتقوى برحلة الحياة، خلي نشوف على يسوع المسيح كل مرة، نباوع على يسوع المسيح المصلوب واتذكر هل قد الله يحبني بأنه مات من أجلي وأني إنسان لا أستحق. كلنا إحنا ما نستحق، ماكو واحد أفضل من واحد، وإذا إجا واحد يقول لي بأنه أني أحسن الكل، باكر قولوا لي عليه، باكر نسوي له تمثال حلو هنا وخلي له شمعة قدامه. ماكو واحد أحسن من واحد، كلنا متساوين بشيء واحد، هو نعمة الروح القدس. وعوزنا كلنا أخطأنا وعوزنا مجد الله، هذا مجد الله اللي معطى لنا بصورة مجانية، القربان المقدس يعطى لنا بصورة مجانية ونحن غير مستحقين. لكن قبل ما نتناول شيء يقول الكاهن، القدس لمن يليق؟ بالقديسين، كلنا قديسين بهاي اللحظة، كلنا مدعوين لوليمة الحمل، طوبى للمدعوين إلى وليمة الحمل يقول في سفر الرؤيا، كلنا مدعوين بالرغم من عدم استحقاقنا. باب الكنيسة هو دائما مفتوح لا للانقسام، كنيسة مارغورغيس هي متساوية ويا أي أفقر كنيسة موجودة في أي مكان بالعالم، حتى لو عندنا أكبر وأجمل كنيسة ويمكن أكبر صليب موجود في كنائسنا الكلدانية، لكن إحنا متساوين، متساوين بشيء واحد هو المعمودية، متساوين بشيء واحد حبنا لإيماننا، متساوين بشيء واحد افتخارنا بصليب ربنا وإلهنا. هذا الشيء يكمن قوتنا اليوم، هذا الشيء يكمن قدرنا اليوم. فأخوتي وأخواتي الأعزاء، بهذا القداس الإلهي نطلب من ربنا وإلهنا بأنه يباركنا، بأنه يعطينا النعم، بأنه نعيش دعوتنا الحقيقية، دعوة المعمدين بلا انقسام، بلا تفرقة، بلا أي شيء بين ناسنا. كلنا إحنا محتاجين نعمة الله، كلنا إحنا معوزين لنعمة الله في حياتنا. الله يبارك عوائلنا، الله يبارك أولادنا وبناتنا، لكي ما دائما يسوع المسيح يكون فعال في أقوالنا وأفكارنا وأفعالنا، بشفاعة مريم أمنا وشفاعة القديس غورغيس. بسم الله والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.